طبعا البورد بتاع الجمعيه، الدكتوره غاده خطيب، الدكتوره غاده الصغير، الدكتور خالد يوسف، على دعوتي ان انا اكون معاكم النهارده. هنتكلم على الثيرويد ستورم، اللي هنتكلم على الانترودكشن والاتيولوجي والدياجنوزس والتريتمنت، وهناخد كلينيكال كيس سريعا، وهنمر على التيك هوم مسج. الثيرويد ستورم acute life threatening complication of hyperthyroidism. العيان ممكن يضايد معاك صادلي من الاريزميا، عشان كده هي حاله طوارئ. الثيرويد ستورم بتمثل حوالي من 1 إلى 2% of hospital admission for hyperthyroidism، وهي عباره عن exaggerated presentation of thyrotoxicosis with sudden multi system decompensation. بس هنحب طبعا نفرق بين السيفير ثيروتوكسيكوزيس او الثيروتوكسيكوزيس اللي احنا بنشوفه، وبين لما يبقى ثيرويد ستورم. مورتاليتي اسوشيتد ويز ثيرويد ستورم از استيميتد تو بي عاليه طبعا، ما بين 8 إلى 25%، على الرغم من العلاج. يعني عشان كده من الضروري ان احنا تو ريكوجنايز الثيرويد ستورم فيري ايرلي اند ستارت ان اجريسيف تريتمنت تو ريديوس المورتاليتي. الايتيولوجي بتاعها دايما لما نشوف حاله ثيرويد ستورم ندور على بريبستيتنج فاكتورز. بريبستيتنج فاكتور اللي بتعمل الثيرويد ستورم في عيان ويز دايجنوزد او ان دايجنوزد هايبر ثيرويديزم. معروف طبعا ان الثيرويد ستورم هنشوفها اكتر في العيانين بتوع الجريفز ديز، لان الجريفز ديز هو الموست كومن كوز اوف هايبر ثيرويديزم، لكن ممكن تحصل مع الاذر ايتيولوجيز اوف هايبر ثيرويديزم زي التوكسيك مالتي نودولار جويتر والتوكسيك ادينوما. البريسيبتيتنج فاكتورز زي الابربت ديسكونتينويشن اوف انتي ثيرويد دراجز، ان العيان يبطل العلاج بتاعه فجاه، او العيان يتعرض لسيرجري سواء كانت السيرجري دي ثيرويدكتومي او نون ثيرويد سيرجري، او يتعرض لراديو اكتف ايودين ابليشن ثيرابي بدون ما احنا نعمل بريبير العيان، نحوله الاول المفروض قبل العمليه او قبل ما ياخد راديو اكتف ايودين بنحوله الى اليو ثيرويد ستيت، حتى بعد كده هيعمل العمليه بتاعته او ياخد الراديو اكتف ايودين رابليتيف سيرم. او لو العيان اتعرض لاكيوت إلنس زي الانفكشن والدي كي اي والاكيوت مايوكاردال انفاركشن، او ريسنت يوز اوف ايودينيتد كونتراست ايجنت، او دراج زي الاميدارون والاناسيتيك والساليسينيت. طبعا البريبستيتنج فاكتور برضه الباتوريشن والتروما والبيرن والستروك. يبقى مهم هنا ادور على بريسيك فاكتور واعالجه. ازاي اشخص بقى الثيرويد ستورم؟ التشخيص بتاعنا بيبقى كلينيكال دايجنوز بيزد اون هاي اندكس اوف سسبشن. الجروب اوف سيمتومز والساينز بتاعت السيفير ثيروتوكسيكوز بيبقى معاها مالتي سيستم ديكومبوزيشن زي ما هنشوف من شويه بعد شويه. دي السيمتوم والساين بتاع الثيرويد ستورم. عندي 3 سيستم مهمين بيبقوا افكتد في الثيرويد ستورم، السي ان اس والكاردوفاسكولار والجاسترونتستينال، بالاضافه للسيرمو ريجوليتوري ديس فانكشن. السيرمو ريجوليتوري ديس فانكشن اللي هي الهاي فيفر والديافوريسيس. السي ان اس مانيفستيشن هي المينتال ستيت تشينجز زي الاريتابيليتي يعني والاجيتيشن والسيزور كوما سايكوزيس هايبر ريفلكسيا. كاردوفاسكولار مانيفستيشن بتبقى تاكي كارديا اتري فايبريليشن هايبر تنشن كونجستيف هارت فيلير. الجاسترونتستينال مانيفستيشن زي الدياريا والفوميتنج والنوزيا والابدومينال بين والجوندس. الكومباينيشن بتاع الساينز والسيمتومز طلعوا منها سكورينج سيستم عشان يحسنوا الدياجنوستيك اكوريسي. هنا طبعا العيان جاي بثيروتوكسيكوز، عايز اميزه بقى ده ثيرويد ستورم ولا لا. بستعمل السكورينج سيستم في تو سكورينجز، البورش بارتوفسكي بوينت سكيل والجابان ثيرويد اسوشيشن كاتيجوريز اوف ثيرويد ستورم. نشوف الاول اللي هو البورش بارتوفسكي بوينت سكيل فور ثيرويد ستورم. بص على التمبريتشر من الابر ليميت اوف نورمال هو 37.2 لغايه 37.7 شرط، بياخد 5. لو من 37.8 شرط ل 38 وشرطتين ياخد 10. لو من 38 و3 شرط ل 38 و8 شرط ياخد 15. يعني احنا بنزود 5 لكل نص درجه حراره، يعني كل شرطه هتاخد 1. لو هو اكثر من 40 او يساوي 40 بياخد 30.
بالنسبة للـ CNS effect لو في mild affection يعني في agitation ياخد 10، لو moderate ياخد 20، moderate يعني في delirium وpsychosis وextreme lethargy، لو severe يعني في seizure أو coma، لو ما فيش ما ياخدش. الجاستروسينتيك مانيفيستيشن لو مودريت دياريا نوزيا فوميتنج ابدومينال بين ياخد 10، لو سيفير ياخد 20، لو ما فيش ما ياخدش حاجه. بالنسبه للتاكيكارديا لو من 90 ل 109 ياخد 5، من 110 ل 119 ياخد 10، من 120 ل 129 ياخد 15، لو اكبر منها يساوي 140 ياخد 25. الكونجستيف هارت فيلير لو كان مايلد يعني بيد الإديمة ياخد 5، لو مودريت وبايلاترال بيزلر كريبيتيشن ياخد 10، لو سيفير وزبالمونر إديمة ياخد 15، الاي اف لو موجود ياخد 10، مش موجود ياخد 0، البريسبيتيتنج فاكتور بالمثل لو موجود ياخد 10، لو ما فيش ياخد 0. وبعد كده اشوف بقى السكور، لو السكور ده اقل من 25 بس ثايرويد ستورم دي انلايكلي، انما لو كان اكتر من او يساوي 45 يبقى دي هايلي سجستيف اوف ثايرويد ستورم. لو بين البنين اللي هو من 25 الى 44 دي يبقى امبندنج ثايرويد ستورم. وهناخد مثال احنا على الحاله. بالنسبه للجبان ثايرويد اسوشيشن كرايتيريا فور دايجنوز اوف ثايرويد ستورم، قبل ما ندخل في الجريدز بتاعتها في بعض التعريفات لازم نفهم معناها. لو لما يقول ثايرويد اكسكوز المقصود بيها اليفيتد فري تي 3 اور اليفيتد تي 4، الفيفر معناها تمبرشر 38 فاكثر، التاكيكارديا معناها هارت ريت 130 فاكثر، كونجستيف هارت فيلير يقصد بها بالمونري ديما او مويست كريبيتيشن فور مور ذان هاف اوف ذا لانج فيلد او كارديوجينيك شوك او نيها كلاس 4 او كليب كلاس 3 اور هاير. لما يقول سي ان اس مانيفيستيشن يقصد بها ريستلسنس ديليريوم من منتال ابريشن سايكوزيس السومنالنس والليسرجي وكونفالجن والكوما وجلاسكو كوما سكيل اقل من او يساوي 14. الجاستروينتستاينال مانيفيستيشن يقصد بها النوزيا والفوميتنج والدياريا والجوندس. الجبان ثايرويد اسوشيشن كرايتيريا لتشخيص الثايرويد ستورم قسمته الى تو جريدز. الجريد الاولانيه في حالتين، الحاله الاولانيه يبقى في ثايروتوكسكوزيس بالتعريف اللي احنا قلناه من شويه معها على الاقل واحده من السي ان اس مانيفستيشن، واحده من الاربعه اللي هم يا اما فيفر يا تاكيكارديا كونجستيف هارت فيلير يا اما جاستروينتستاينال مانيفستيشن. دي الحاله الاولانيه في جريد 1. الحاله الثانيه في جريد 1 برضو ثايروتوكسكوز ومعها على الاقل ثلاثه كومباينيشن من الفيفر والتاكيكارديا او كونجستيف هارت فيلير او جاستروينتستاينال مانيفستيشن. الجريد 1 دي تبقى ديفينيت ثايرويد ستورم. انما جريد 2 برضو حالتين، الحاله الاولانيه هي ثايروتوكسكوز ومعها كومباينيشن اوف تو اوف ذا فولوينج اللي هي الفيفر تاكيكارديا كونجستيف هارت فيلر او جاستروينتستاينال مانيفستيشن. الحاله الثانيه هي بقى لا عيان ميت الدياجنوستيك كرايتيريا للثايرويد ستورم جريد 1 ولكن ما معهوش التحليل الايفيدنس يعني السيرم فري تي 4 والفري تي 3 والفري تي 4 مش موجود، انما الكلينيكال داتا بتاعت العيان يعني الهيستوري والاكزامينشن كلهم سجست ان العيان ده ثايروتوكسيك از تايم اوف ثايرويد ستورم. وجريد 2 دي بتبقى سسبكتد ثايرويد ستورم. بعد ما بنشخص الحاله الثايرويد ستورم التريتمنت بقى في سبيسيفيك استراتيجيك ستيب فور تريتمنت، بدي ثيرابي تو كنترول الانكريز ادرينرجيك تون في صوره البيتا بلوكرز، بدي ثيرابي تو ريديوس الثيرويد هرمون سينسز، بدي انتي ثيرويد دراجز، بدي ثيرابي تو ريديوس الريليز اوف ثيرويد هرمون في ثيرويد جلاند في صوره الايودين سوليوشنز، بدي ثيرابي تو بلوك البريفرال كونفرجن اوف تي 4 تو تي 3 زي الجلوكوكورتكويد وربوبرايل سيوراسيل وبروبرانولول، ودي ثيرابي تو ريديوس الانتيرو هيباتكس ريسايكلينج اوف ثيرويد هرمون للبايل اسيد سيكويسترانز زي الكوليسترامين، وبدي ثيرابي طبعا تو كنترول البريستيتيف فاكتور زي ما ذكرنا في الاول. الثيرابي دايركتد اجينست الثيرويد هرمون سكريشن وسينسز البروبايل سيوراسيل ب 500 الى من 500 ملي جرام كلودنج دوز وبعدين 250 ملي جرام كل 4 الى 8 ساعات، الميسيمازول كلودنج دوز ب 60 الى 80 ملي جرام وبعد كده 20 ملي جرام كل 4 الى 6 ساعات، الايودين سوليوشن ساتوريتد سوليوشن وبوتاسيوم ايودايد يبقى 5 دروبس حوالي 250 ملي جرام اورالي كل 6 ساعات، وناخد بالنا ان ما نديش الايودين الا بعد ساعه بعد ما ندي الانتي ثايرويد دراجز لان لو اديناها قبليها هيبقى يزود السنسز اوف ثايرويد هرمون.
الميجر دايركتد اجينس البريفرال اكشن اوف ثايرويد هرمون از تيشيو طبعا هو هنا مينلي بيبقى الهيدروكورتيزون. هيدروكورتيزون 300 ملغ انترافينوس دود وبعد كده 100 ملغ كل 8 ساعات وممكن استعمل الدكساميثازون. طبعا بروبايلثايروسيل البروبرانولول كابيتا بلوكر ان هاي دوزز برضه بيعمل بينهبت البريفرال اكشن اوف ثايرويد هرمون. والمفضل طبعا البروبايلثايروسيل المفضل على الميثامازول خاصه في اول 24 ساعه، لكن بعد كده ممكن يكمل على الميثامازول هو الكاربامازول. عندنا سبورتيف كير طبعا في صور كنترول اوف فيفر بالانتي انتيبايوتيك والاكسترنال كولينج ميجرز زي الكحول والايس باكس، والفلويد دوس بعوضها بالانترافينوس فلويد ويز ديكستروز تو ريبلينش الجلايكوجين ستورج. والمانجمنت اوف بيشنت افتر ثايرويد ستورم طبعا كل ده ثايرويد تعالج في الانتنسيف كير يونت. بعد ما بعالجها الايدون سيرب بوقفه، الجلوكوكورتيكويد بعد شويه هوقفها، السيرونامايد بقلل الدوز بتاعتها عشان احافظ بس على الايوثايرويديزم ايوثايرويد ستيت يعني. بعد كده ممكن اكمل بالمينتنس دوز. البيتا بلوكرز بتستمر طالما العيان ما زال سيروتوكسيك، لكن بعد كده ممكن ابطلها. اخيرا بقى بعد ما خلاص العيان عدى الثايرويد ستورم ادخل بقى في الديفينيتيف ثيرابي سواء بريديو اكتيف ايودين ابليشن ثيرابي او بثايرويدكسي. ناخد حاله سريعا كده، دي عيانه سنها 33 سنه جت العياده العامه بتريمورز وبالبيتيشن ويت لوس، اتعمل لها ثايرويد فانكشن كانت تي اس اتش سبريست والفري تي 4 عالي وشخصت على انها هي هايبر ثايرويديزم. كالعادة إن من هي العيادة العامة بتحولها لعيادة متخصصة، فما خدتش علاج وقالت لها تعالي هي عيادة الغدد الصماء والسكر. جت على اليوم الثاني، ده في اليوم الأول أو اليوم الزيرو يعني. اليوم الثاني شي ديفلوبد مايلد أبر ريسبيراتوري تراكت سيمتومز اللي هي طبعًا تبقى كورونا في يومين دولة، which improved by day four، كانت مايلد كورونا يعني يومين والعيانة اتحسنت لوحدها. على اليوم الخامس العيانة developed acute worsening of tremors, palpitation and diaphoresis and shortness of breath. وراحت الاستقبال، في الاستقبال لما شافوها لقوا العيانة فيبرش حرارتها 38.4 شرط وتاكيكارديك الهارت ريت بتاعها 161 بيت بير مينيت وهايبرتنسيف ضغطها كان 139 على 91. عملوا لها الانفستيجيشن برضه لقوا تي سي اتش سبريست والفري تي 4 عالي والفري تي 3 عالي، وعملوا لها تراب اللي هو السيروتروبين ريسبتور انتي بودي كانت بوزيتيف. دي كلها كونسيستنت مع ان العيانه دي جريفز ديزيز، وهو فعلا الايج والسكس بتاع الجريفز ديزيز ده موست كومن كود. عملوا لها الكوفيد 19 برضه بي سي ار تيست كان بوزيتيف. البيشنت مت دياجنوستيك كرايتيريا فور ثايرويد ستورم وذ سكور اوف 45، عملوا لها البوينت حسب البورش بارتويسكي pointing scale using البورش بارتويسكي سكورينج سيستم بيزد اون ذا بريزنس اوف فيفر. الفيفر كانت 38.4 شرط دي تاخد 10 والتاكيكارديا 161 تاخد 25 وجود البريستيدنج فاكتور تاخد 10. وبرضه حتى لو طبقنا عليها الجابان ثايرويد اسوشيشن كرايتيريا برضه العيانه دي هتطلع جريد 2 ثايرويد ستورم. البيشنت واز ادميتد تو ذا اي سي يو وابتدت على كاربامازول 20 ملغ كل 8 ساعات، بوتاسيوم ايودايد 250 ملغ كل 8 ساعات، بروبرانولول 40 ملغ كل 8 ساعات، والهيدروكورتيزون 100 ملغ كل 8 ساعات، وحصل ريزوليوشن للفيفر والتاكيكارديا والهايبرتنشن. البوتاسيوم ايودايد توقف على اليوم السادس والهيدروكورتيزون وقفوه على اليوم الثامن، وعلى اليوم التاسع كانت الفري تي 4 والفري تي 3 كانوا على الابر ليميت اوف نورمال والعيانه ديسشارجد هوم ان استيبل كونديشن. التيك هوم مسج ثايرويد ستورم از اكيوت لايف ثريتنينج كومبليكيشن اوف هايبر ثايرويديزم، مورتاليتي ريت عاليه من 8 الى 25% بالرغم من العلاج. عشان كده ات از فيري امبورتنت تو ريكوجنايز ثايرويد ستورم ايرلي باي يوزينج ذا سكورينج سيستم and start an aggressive treatment in an intensive care unit to reduce mortality. زي العيانة اللي اتشافت دي اتشافت بدري بدري وخدت العلاج وتحسنت بس. وشكرا جزيلا. شكرا.